انا اسميتني الحاج الوزاني مولاي الحسن بن مولاي البشير، هلاكر ديالي الله يرحم الوالدين. انا بقى فيا الحال هادشي ديال الصحفيين وهادشي ديال الجمعيات وهادشي ديال المنظمات، ما عمر شي واحد يجي يعيط ليا يقول لي اجي الوزاني اش كتقول في هاد الهضره، اش سميتو، كاع اللي جا كيدير البرنامج ديالو وتيمشي مكان اللي سولني. واخا تيعيتوني هاد الناس اللي بعت فيهم تيهددني بالقتل، تيهددني بالسب والشتم، وتيسبوا لي الوالدين ديالي دين موك غادي نقتل لك، راه سيفتنا ليك، راه درنا ليك، راه كذا كذا. ما تيخلعني انا داك الشيء. فيهم البعض اللي تشاركت معاه المشكل، وفيهم الناس ديال التحريض. الناس ديال التحريض نعم سيدي كيحردهم واحد السيد في الرباط، تعرضوا ليا 33 واحد. دابا الدار ديالي راه تحيدات ليا في تاكانت، راه الدار فيه بريميان دوزيام تروازيام كاتريام، ما تيخليوني ندخل لتاكانت في الدار ديالي. والنهار اللي مشيت ندور في الدار ديالي وهرسوا ليا الطوموبيل ديالي، راه في الانترنت، راه كاينه في الانترنت، صوروه الناس، انا ما صورتها. اللي تشارك معايا شي نزاع هالمحكمه راه محلوله، الله ينصر سيدنا، الله ينصر العداله. ها وحده اللي دار ليا شي حاجه حتى انا راه المحكمه محلوله، باش يجي شي واحد، باش يجيو شي واحد انا يدير عليا القافله ولا يدير عليا سميتو. هذه باتي الجو ديال العالم، هذه باتي الجو راه هبيله، باش شجلو. والحاجه اللي نقول راه نقولها بالدليل. هاد خويا احمد دابا اشنا هي حرفته ملي مازال ما يسعى، حرفته من السبعينات حتى التسعينات تيشهد الشهادات ديال الزور. كاين 185 ديال التوقيعات دار الوزاني، فعل الوزاني، ما خلاو حتى رجال المطاف يسمحوا سيفتوا لهم بحال اللي غيطفيو العافيه. هاد ولد خويا انا اللي كبرته، انا اللي قريته في سبيل الله، انا اللي عطيت ليه المحل في الخصاص، انا اللي كنشري ليه الكنانش، ولكن الاعمال ديال سيدي ربي. شوف دابا اش كيقول فيا.